معرض جايتكس إفريقيا موروكو أكبر تظاهرة للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة. من المقرر تنظيم نسخته الأولى من 31 من مايو إلى غاية 2 من شهر يونيو بمدينة مراكش. التظاهرة ستستقبل أزيد من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود 100 دولة. هي فرصة باش نبرزو المؤهلات الكبيرة ديال المغرب في مجال الرقمنة وش لسافوار فير ديالو. هي أيضا فرصة باش نجلبو المستثمرين العالميين المغرب والإفريقيا اللي غادي يجيو يشوفوا المؤهلات ديالنا في هذا المجال. الحدث فرصة لتعميق الجهود المبذولة والعمل المنجز في السنوات الأخيرة التي يبذلها المغرب في مجال الانتقال الرقمي والابتكار التكنولوجي. تهدف هذه الندوة الصحفية كذلك على تسليط الضوء على أبعاد وأهداف هذا المعرض القاري والدولي المتميز واللي كيتخصص كما قال السيدة الوزيرة في قطاع الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة. ومن المنتظر أن يهيمن على الحوارات والاجتماعات بين القادة موضوع تطوير التقنيات الرقمية بإفريقيا من خلال مؤتمرات قوية ومتعددة القطاعات، بما في ذلك قمة جايتكس إفريقيا الرقمية ومنتدى جايتكس إفريقيا لرواد الأعمال.